رح ضل اتحداكم. ما بعرف اذا في شي غير من اخرى من الصرمية. ليش الزاوية اربعة؟ ليش الكعبة اربع زوايا؟ في كتير مثلها كلهم اربع زوايا. ليش الرجال بتطوف والمرأة بعد؟ ما حدا بيعرف. رح يضل كتاب، ضل كتاب. إذا بدك تقرأ يا أخوتي قال اقرأ أيها العربي مش أخرى. شو بتقروا كتب النيكي؟ في مكتبة عنا هون، مكتبة أنطوان، أحلى مكتبة بلبنان. إجت وحدة من جامعة أم حفاظ محجبة كأنه الحجاب هيك التحجب عن الرذيلة. شيلوا الحجب بينك وبين الله. وقت بدك تحطي هالحجاب بدك تكون قدرة نظيفة، ساعتها بتتغطى. عند الأرمن هيك الحجاب. حضروا ميتنج مدير مارك دلمان أرمن جور كيرجيت. الرجال بيحتربوش والمرأة هيك بتقشع هي بالنور الصافع. ولكن راح العلم. ما بقبلكم علم. بدنا تابع المكتبة محجبة والكحلة ونشو وسترينج مبينة بتعمل هيك بثيابها إنه عم بتوطيهم يا أختي إنه هي مهزة عم بتوطي. اشتري كل كتب الدعارة، كل كتب بورنو، كتب بزاز وكيز ونيكي، شو بدكم في عند أنطوان؟ هاي مكتبة معروفة مهمة كثير بكل اللغات، كل شيء موجود، نقي بدك. بعدين قالت وين بقدر أصمم؟ قلت له جرستينا وبهدلتينا. هدول نسوان؟ هاي مكتبة، هاي مكتبة احنا عندنا في بيبقى غرفة صلاة. قلت له طلعي ما بتعرفي شي خرا مثلك ونحبها يعني انتوي بهدلتها شرمطتها. قلت له يا اختي ما له علاقه بالاسلام اللي عم تحكيها المراه، بعد الاسلام انه قال بدها تصلي هون لانه حامي هالكتب. هذا هو سيعود الاسلام ولو على يد كافر. سيعود الاسلام ولو بآية لانه هي فطرتنا. البنوك كلها اللي عم تعطي مال تيفكش فيهم. لا تغيروا في خلق الله. محمد لعن مرة واحدة النامصة والمتنمصة. هالثلاثة هو إذا غيرتوا فيهم في لهم ثلاث مقامات شوفوهم بالتاب الفراسة. بقى سألوني وين بدي أشوف أقرا هالمطرح مش لكم مش للعلمي. ساعتها بتعرفوا ليش أرحنا يا بلال، ليش أول صلاة رفعها الظهر. شو هني هالأربع زوايا هون؟ شو هني هالأربعة هون؟ تراس العقل، هذا كان تراس عقل ما في عقل ده. شو الأربع زوايا بالقلب؟ شو صلة الأرحام؟ يوتانيسيا، الكتاب موجود. From medication to meditation. بس العرب مصيبة العرب. عشان هيك ممنوع الدخول الى اوروبا، امريكا، المانيا، كلها كلها ممنوع. نو عربس نو مسلمز. بس انا سفير بلجيكا حكيني اللي بدك بيتامل، قلت له فيني اخذ معي؟ قال لي انت مش مسؤوليتي، قال لي نحن مسؤوليتي. مين ما اخذتي معي بس تعي على بلجيكا بنأمن لك كل شيء من البيت للبيت اللي بتريدي. ما لك قيمه بام العرب. لا نبي في وطني، مطرب الحي لا يطرب، شو عملنا بمحمد؟ بعدنا هلا عم نرجمه بالطائف هو عم بيقول. بركي حدا بيأمن فيك. ما تخلي دم يضرب على الارض بك يا اخوتي زرع وما طلع له زرع. فاذا هالزوايا الاربعه موجودين بكل انسان بدك انت تغذيهم. مش بشو بيك اقرا. شو بقرا؟ كبهم كلهم. ما الي جلاد ما فيني اشوف ناس الا اللي انا بقول له ايه بيتي هون وتعال. بيجينا عندك بصار مريضة قالوا لي هؤلاء بيموتوا أحلى مثل قال أوباما امبارح العرب ناتشرال سيلكشن رح يكونوا مليارين شيلوا وهو واحد منهم يعني من الزاينس كلهم هون حاكمين الكرة الأرضية عرب وإسلام مسلمين كلهم كلهم حاكم الدرهم والدولار والدينار والعقار فإذا عن الناس معزلة اجتماعات كلها كذب ونفاق استخدم انت الانترنت الكمبيوتر مثل ما بدك وفوت بهالعلوم واسرى بعبدي انت بتعمل اسراء ومعراج بتشوف حالك ويلي بتشوفهم الله اكبر
سارية الجبل علي وقمر يلي حط هالعلوم بالعالم، واحد اسمه رامداس انا عشت معه، ولكن هو اخذها من واحد اسمه لينارد اور، عايش وحده ما بيحكي حدا ابدا، عشت معه فتره. لينارد اور كان عم البركي عم يسبح، قال له ما تخاف ما حدا شايفني الا انت، رح ابقى معك 5 سنين وبعلمك كل هالعلوم. قلت له خطر ايش؟ لينارد اور حط هالعلم، بس اللي اجوا من وراه صاروا حزب يعني، بس يموت النبي بصير حزب، بصير مؤسسة هيك يعني. بنت اجى تقول لك ما انا الا مرآة لك. حطوا ريبرتينج وبتشوفوا اللي بيجي لعندي على البيت وبشوف انه حاضر بعملها معه. انت اعملها وحدك. خبرك بكره اذا بدك كيف، بدك تروح ابعد من الفكر، ما بقى في فكر، ما في الا ذكر. بتتذكر انت مين، مثل مدام كوري قامت لقيت بخط ايدها مكتوب الجواب والبيت مسكر من جوا. وهيك اينشتاين وهيك الفريد نوبل، ما اجت هالحقيقه لهم من الفكر ابدا، اجت من الذكر. انفعنا الذكرى، مش هالذكرى بنحط فيها حلق واساور وعقوده متعه جنسيه. اوسخ من هيك ما بقى في يعني، بس شوف كيف هيدا عمل هيك، هيدا عمل هيك، هيدا بلسانه وهيدا بطيسه وهيدا براسه. في واحد فايت على السوبر ماركت وفي بنت كمان فيه. قالت له ان بقدر فوت مع بسان، والبسان هم بيقولوا له قط. فايت هيك على السوبر ماركت، هون حد فيني فوت قطي معي؟ طلع فيها رجل، انا فوت ايري معي، ما حدا قال لي شيء. هيك شو هيك شو نحن بلا ابو العبد ما فينا نعيش، والحمصه وعندكم الطفايله وكله. قد ما في كبت بتجي النكتة، بلا نكتة الحياة نكد، والحياة كلها مزحة ونكتة تحقوا عليها ما في شيء. بس لوين رايح يا نوح؟ بس where are we going؟ كتاب حلو كتير أنا وعم بقراه لمكتنندا، بدي أخده على لبنان من شهر 40 سنة. قالت لك وصلي للآخر مش للعرب، بس هلأ أمبلا محطوط على الموقع وكله قصص ستوري ايدي عنا على الموقع. كل يوم في قصة وفي نكتة، وكله من تحت الزنار وفوق الزنار، ما عنا فرق. والكلمة بتنقال مثل ما هي، ذكر النكاح والقضيب والفرج كله مذكور. لا حياء في الحق لأنك مكبوت، ما فيك تكوني مهذبة أكثر فيشوفوك الناس أكثر. ما بدي حدا يشوفني، هالبرنامج أنا بعمله إلي والموقع إلي، اللي بده أهله صالوا، اللي ما بده ذاتي. بس ميت وطن بحبه كثير، بس هو مثلي بيقرا هالكتب نفسها. فاذا الكتاب الوحيد اللي بقراه كتاب لب القلبين.